اختصار شديد ولكن لا سمحت لنا الاخوان على الاقل على الميكرو الاخوان ينظموا. انا نعطيكم التصريح ماشي مشكل غير تكون في ظروف ملائمه. انا تنامن بالمهنه ديال الاعلام وتنامن بالاخوان الصحفيين وتعرف انكم مسؤولين على تبليغ الرساله للراي العام، ولكن على الاقل في ظروف مقبوله تتعرفوا خارجين من الجلسه وحنا نرافع في لحظه ديال التوتر. اولا انا اللي يمكن اكد لكم باش نبقاو في صلب الملف انه اليوم المرافعه كانت تخص النقاش في الدفع الشكليه المتعلقه بالعمل اللي دارته الضابطه القضائيه وسير قضيه التحقيق. كان نقاش تنقول من وجهه نظرنا كدفاع ديال المتهمين، نقاش جاد، نقاش هادف، نقاش يتاسس على مبدا الشرعيه الجنائيه واحترامها، لانه كيف ما كان الحال كيف ما كان طبيعه الجرم، وانا قلتها النازيين استفادوا من محاكمات عادله، استفادوا من دفاع. كيف اليوم يتقال ويتحاول مصادره حق المتهمين بانه يكون عندهم دفاع انه الصوت ديالهم يوصل. لذلك اليوم الحقيقه ستصل اليها المحكمه بعد البحث، ولكن لا يمكن ان نصدر الاحكام على عواهنها وان نقول اشياء لم تثبت بعد. اعتقد بانه المحاكمه العادله تفترض ان تحترم قرينه البراءه ما دام المحكمه لم تبت بحكم نهائي في صلب الموضوع، وانه المحكمه ستبت بناء على الواقع التي ستعرض. لذلك اليوم اي نقاش سابق هو نقاش ومصادر على المطلوب. لذلك اليوم كان النقاش بالاساس يتعلق بمناقشه ما شابه هذه المسطره من اخلالات شكليه بناء على حجج ادلي بها المحكمه، زائد تقدمنا بطلبات تتعلق باستدعاء شهود نرى بوجهه نظرنا انهم سيكونون مفيدين للعداله. اكثر من ذلك تقدمنا بطلب اخر يتعلق هذو ليسوا بمصرحين. لذلك انا النقاش يتعلق باستدعاء شهود لم يكونوا في الملف اصلا، ومن اجل وصول الحقيقه التمسنا الاستماع اليهم. في الختام تقدمنا بطلب للمحكمه من اجل تعيين شي طبيب 3 اطباء من اجل دراسه الملف الطبي لاحد المتهمين من اجل الوقوف على صحيحته. شكرا لكم والمعذره لانه الظروف لا تسمح في الاعطاء تصريحات. انا تنقول انه الملف الطبي.